وينضم إلينا مباشرة من القيارة موفد الحرة سعد قصي. سعد، أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم. وضعتنا في صورة يعني الوضع المعاشي اليومي في هذه الناحية التي يعني تتمركز فيها يعني مقرات عسكرية مهمة جدا. هل هناك تسريبات؟ هل هناك من معلومات حول الخطط العسكرية القادمة؟ طبيعة التحرك الميداني للقوات العسكرية المشتركة، هل هناك من معلومات بهذا الخصوص؟ نعم، تحية لك محمد وإلى مشاهدي الحرة الأكارم. بالفعل يعني هناك تقدم يعني اليوم باتجاه مطار تل العفر، وتقريبا يعني القوات هي قريبة أصبحت من هذا المطار تقريبا يعني كيلومترين حسب ما وصلتنا آخر المعلومات، وهذا وفق التقييمات العسكرية المطار يعتبر ساقط وبإمكان تحريره. حتى نستثمر الوقت أكثر، يعني يقف إلى جانبي السيد اللواء الركن كريم الشويلي، معاون قائد عمليات نينوى وأيضا قائد الحشد الشعبي. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا متعلم. ممكن نتحدث عن آخر التطورات العسكرية ضمن محورنا، وهل من أخبار جديدة فيما يتعلق بتل العفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرف أنا نائب قائد عمليات تحرير نينوى وكذلك قائد الحشد الشعبي والعشائري. لدينا مهام كثيرة في كل المحاور اللي متقدمة باتجاه محافظة نينوى، محافظتنا العزيزة. أهمنا الأهم هو في المرحلة الأولى أنه تم تحقيق كافة الصفحات والمراحل اللي تتقدم فيها القطعات باتجاه محافظة نينوى. المحور الحقيقة محور الحشد، تعرف أنت جنابك، هو يكون غرب طريق بغداد الموصل من مفرق باتجاه هذا الحشد. ده يتقدم بشكل خطوات جيدة جدا، وهو قريب الآن حسب المعلومات اللي تردنا من مطار تل العفر، ويعتبر مطار تل العفر من الناحية الأهمية العسكرية مهم جدا بالنسبة لنا كمطار يستخدم لكل الوسائل اللي ممكن أن تستخدم. أما محاورنا الأخرى في المحور الشرقي، شرق نهر دجلة، يتقدم تقدم سريع، وهذا المحور كما تعرف بدأ من مخمور متجه باتجاه نهر الزاب، وكان هنالك قفزة مهمة جدا لإخواننا في الهندسة العسكرية حيث نصب الجسر أقل من 3 أيام، وعبرت القطاعات العسكرية باتجاه نمرود وحققت أهدافها، وثم بالاتجاه الصحيح باتجاه حسب الخطة المرسومة إلى محافظة. طالما نتحدث عن النمرود، هل أكمل تحريرها؟ يعني اليوم سمعنا هناك جهد هندسي كبير لإزالة مخلفات تنظيم داعش. النمرود وآثار نمرود كملت بشكل كامل. إخواننا في المحور الشرقي، وكنت أنا مسؤول كذلك على هذا المحور الشرقي مع إخواننا في الفرقة المدرعة التاسعة البطلة، والآن الإخوان كملت آثار النمرود، والنمرود كذلك كملت، وقطعاتنا متجهة باتجاه القرى اللي شمال النمرود. قطعاتنا بالفرقة التاسعة كذلك تحقق أهدافها المهمة جدا، ولكن المسؤولية والمهمة الأخرى الثانية هي بصفة قائد الحشد الشعبي والعشائري، لابد من جعل القطعات أن تتقدم باتجاه أهدافها، هو من كافة القرى اللي تطهر أو المحلات، لابد من مسك هذه المناطق. لدينا خطة متكاملة وجيدة، ولحد الآن لن نتأخر عن مسك المناطق المطهرة. أنا اليوم كما لديكم جولة سيادة القائد. نعم، كما لاحظت اليوم جولة كانت لدينا في برطلة وفي الحمدانية لغرض تنظيم الوضع والدفاع، وكذلك هنالك كان لدينا اجتماع مع الأخ السيد المحافظ محافظ نينوى، هو اللجنة الأمنية، لغرض دراسة ما بعد تحرير وإكمال الجانب الأيسر لمحافظة نينوى. لابد من وضع خطة متكاملة للحفاظ على المناطق التي أنتم تطهيرها. نعم سيادة اللواء، هل هناك يعني من أحد هذه المحاور تقريبا قاب قوسين من إعلان النصر أو الانتهاء بشكل كامل، ممكن باختصار أيضا؟ أنا زرت جهاز مكافحة الإرهاب، وطلعت مع السيد الأخ قائد الجهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني، الرجل البطل الحقيقة الذي تقدم هذا المحور تقدم كبير. احنا قريبين ان شاء الله على تحقيق الاهداف مالتنا المرسومة، وكما تعرف احنا كقادة عسكريين نتحرك باتجاه الخطط المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة، وكذلك
الأخ قائد عملية قادمه لنا، قطاعاتنا إن شاء الله قريبة من تحقيق النصر في الجانب الأيسر. نتمنى أن يحصل النصر قريبا. شكرا سيادة اللواء، شكرا لانضمامك، شكرا جزيلا. نعم يعني هكذا بدأت الصورة هنا. أيضا هناك يعني جهد إنساني يعمل لتقديم المعونات إلى النازحين، إلى العوائل التي يعني تفر من يعني قوة المعارك، وأيضا هناك دعوة إلى الجهات الأمنية للمساعدة في إعادة بعض العوائل في المناطق المحررة. نعم، إذا من الجيارة مفدى الحرة سعد قصي، شكرا جزيلا لك ولضيفك لواء الركن عبد الكريم أشكويلي، معاون قائد عمليات تحرير نينوى.